صباح الخير عليكم، لاباس بخير، ازول في اللون. كما كتشوفوا خارجين غاديين للحانوت، الحانوت بعيدة عليهم واحد شوية، وانتم كما كتشوفوا بعيدة عليهم واحد شوية، يعني خصك تمشي وداكشي، ماشي غير كما زعما تخرجي الدورة كنمو الحانوت هنا، لا لا تمشي نيت بعيد عليهم كلشي. المهم ما صورتش لكم من حدا الدار، ولكن الى رجعت غنصور لكم. المهم صورت لكم غير هنايا كما كتشوفوا، انتما جيت جبتكم معايا خاوية الوقت كما كتشوفوا. انتما هنا زرعوا هنايا، ما عرفتش هادشي هنايا. المهم كلشي هنايا مزروع. المهم هانتوما معانا، شوفوا معانا، إذا تتحبس لي الفيديو مع لي كارت ميموارات كلشي عامر، حيت تقدر نشري وحدة جديدة كدا. خاوي هنا كيف صبحتو؟ ياك لاباس، ياك بخير، كلشي بخير عليا تاني. المهم احنا وصلنا لمدرسة إذا وكرت العتيقة. المهم ها نتوما، المهم شوفوا معايا الطريق اللي ضربنا اللي قلت لكم، المهم طريق النيت. المهم ها هيك، المهم تنوصلوها ونوريوها لكم. ها هي كما كتشوفوها بيران زران، ها هي. خايفين من الكلب، احنا قربنا، دوزو غير دوزو، ما تخافوش غير دوزو. السلام عليكم خالتي، لاباس بخير. هاد الحانوت اللي عندهم كاع، المهم عندهم وحده اخرى في هاد الجهه، ما عرفتش تبان لكم ولا لا، ولكن كاينه في الداخل. المهم حنا باقي الى جاب الله، كان الى جاب الله غنمشيو. المهم ديك البلاصه فاش كندوزو العيد غير غنوري لكم فين بالضبط، ولكن ما غاديش ندخل تاني تال الداخل بوحدي، فهمتي؟ هكذا كنزيدو نيشان، كندورو مع ديك الدوره، كاينه الدوره، كندورو مع الدوره. المهم كاينه دار تما، هذيك الدار تندوزو فيها العيد، ولكن هذيك اللي صورت لكم فيها البارح دايره غير ديال جدة. المهم العائلة كدا كتجمع فيها حتى هي تيدوزو تما العيد. المهم العائلة كلها كدوز هنا العيد كما كتشوفوا، انتما معانا. المهم احنا تقدينا تقدينا سان كرو كيد، لقينا الدار شوية موسخة، قلنا نسيقو دي التليفيا اللي لقيت عندهم، كاينة تابي انايا مسكة وهادي. جينا من تما ضربنا الطريق الثاني، جينا من طريق، لا جينا من طريق اخرى، استغلينا هنا مع هنا هنا قريب تما، الشنطة طويلة بزاف انتما كما كتشوفوا.
السجود. كما كتشوفوا وصلنا، باقي لينا غير واحد شويه باش ندخلوا للدار. شوفوا هذا البير قلت لكم. كما كتشوفوا دخلت لقيت الوليده، درت الغداء كما كتشوفوا ها نتوما واحد ديالنا، ها هو ديالنا، واحد هذاك الاخر ديال جده. ها نتوما كما كتشوفوه كلشي كتشوفوه بعينكم نتوما. المهم ها نتوما جيت ولقيت الوليده درت الغداء. المهم الخوت ها نتوما كما كتشوفوا الدار دابا، شفتوا الغداء، تغدينا. المهم خرجت تاني نشوف ندور تاني ونتركل تاني واحد الشيء ومنها نصور لكم. المهم هذه الدار القديمه كما كتشوفوها هكذا، هذا الدار فاش تربوا الوالدين ديالنا، الميمه ديالي، ما الوالدة ديالي وخوالي وخواتي هنايا فاش تربوا هذا الدار. مهم كما كتشوفوا هذا عم الوالده، غنعاود لكم باقي عليه. ها هو مهبل ما مسطي ما حتى حاجه، هو بعقله كما قلت لكم، هو بعقله مهبل ما حتى حاجه، ما كيضرب ما حتى حاجه. هو اش غنقول لكم دابا، غنعاود لكم عليه، ولكن غنخصص ليه فيديو ديالو خاص، يعني هضرة طويلة بزاف الا جيت نهضر اجا ما يكمل. المهم مشيت سولتو قلت ليه اش كدير، قال لي صايم صايم السيمانة هادي، بغيت نكمل الاجر، يعني يكون هبيل ما غاديش يعرف شنو هو الصيام، ما يعرف حتى حاجة. ومهم هو بعقلو، هو العم الوالدة ديالي. دابا نعاود لكم عليه، واخا نعاود لكم عليه غير واحد الشوية هنا فاش تربينا. المهم انتوما كتشوفو تربينا، ولكن هنايا المهم هاد البلاصه، هاد البلاصه اخرى ماشي ديك البلاصه اللي جيت في الصباح فاش مشيت تسخرت، لا هادي بلاصه اخرى، وغندخلكم معايا تشوفوا البلايص اخرين. انتما الخوت كما كتشوفوا ما خبيت عليكم حتى حاجه، داكشي اللي كاين داكشي اللي شفت بعيني صورته لكم. المهم بحال الا مشيتوا معايا لهنا البلاد، يعني ما خبيتش عليكم حتى حاجه. كما قلت لكم الخوت ها نتوما معنا وغادين معنا وتشوفوا كل شيء. انا جيت اليوم مشيت للبلاد وديتكم معايا كما كتشوفوا. سمحوا لي على الصوت مروحه واحد شويه، داك الشيء علاش انا هدرت في الفيديوهات اللي قلت لكم، ولكن كل شيء ضاع ليا، كل شيء مشي ليا، كاين ماشي مشكل، غنعوضوا غنعوض لكم. المهم داك الشيء اللي قلت في داك الفيديو غنقوله هنايا، غير سمحوا ليا كيمشي كتلف ليا الهضره مع مريضه شويه. هاد السيد اللي قلت لكم هاد الدار ديالو، المهم الا قدرت ندخل ليها راه غنصورها لكم، ما قدرتش غير سمحوا ليا. المهم هاد الدار اللي قلت لكم طبت فيها الوالده ديالي، السطح غنطلعوا وغنوريكم السطح كي داير. هانتوما كتشوفوا كلشي بعينيكم، ما خبيتش عليكم حتى حاجه.
هذا كندوزو في هاد البلاصة، كندوزو في غير الويكندات. ديك البلاصة اللي وريتكم في الاول، راه ديك البلاصة فاش كندوزو العيد. المهم انا كندوزو الويكند. المهم غنطلع، هانتوما كما كتشوفوا المهم هانتوما والله الا غير سمحوا لي، انا قديت فيديو هضرت فيه كل شيء فاش مشيت نطلع قلت كل شيء تضرب ليا في الزيرو، داك الشيء علاش اضطريت انني نعاود أبلة الفيديو. أبلة المهم انتم جينا سمحوا لي للبلاد، جينا للبلاد مروحة، ديالنا الصحراء مروحة بزاف. ما نوريكم غيمشي البلاد البرد ديالنا كي داير، كي جاكم كيما قلت لكم، ما غيمشي غزال البرد حتى يسوسنا. ما فين ترفعوا الوالدين ديالنا، المهم انتم كيما كتشوفوا، كيما قلت وحنا لكم كبرنا هاد الحمد الطرد لله شطرت كنشكر الله الوالدين الحمد ديالي، الحمد لله لله ربنا كنشكر الله داك وكنحمد العمام. الله يسمح لنا من حق الوالدين يا ربي يا ربي امين. داك السيد اللي قلت لكم كيما كتشوفوه هانتوما مخبيش عليكم حتى حاجه. اش كده هادي الدار ديال داك السيد هي. المهم انتم الخوت كتشوفوا راني غنطل، غتشوفوا الدار ديال داك السيد. يعني الا الا كت الا طلعت غير من هنا راه غيبان لك كلشي، غتشوفوا كلشي من الفيديو. هو كيعيش غير في هذا الشيء، يعني هذيك البيت الصغيره ما عرفتش كاين ناس فيها ولا شنو. المهم راه كما قلت لكم الا جبنا هذا الشيء غنهضر لكم عليه، قدرت ندخل سميتو للدار غنصور لكم، ما قدرتش غير سمحوا لاختكم. عنده الطيور، ماشي عنده الطيور، دابا خوالو داك الشيء عطاوه دار وعطاوه كل شيء كما قلت لكم، ولكن هو قال لي لا بغا يعيش فاش كاين، جابوا ليه الحوايج جابوا ليه كل شيء هاد البلاصه، ولكن ديك البلاصه اللي صورت لكم كيصورتو لكم فيها الوالده ما فاش كيطيب كي يعني بعض المرات كينعس. رجعوا الفيديو غتشوفوها. كما شفتوا قالوا ليه، قالوا ليه البلاد باقي خضر خضر. المهم قالوا ليه البيت وداك الشيء كل شيء، ولا غير فاش كنهضر هنا، ولكن الخوت كما كتشوفوا صفر هنا والله العلي العظيم. الا قالوا ليه ومشاو جابوا ليه الحوايج وداك الشيء وشراو ليه الحول، قالوا كيما سمع العيد اللي فات قالوا زعما يدوز معنا العيد بالخصوص هاد البلاد كيحملوا يعني. شنو نقول لكم الخوت، يعني شنو نقول لكم العطال، قالوا واخا صافي غنمشي لحنايا مع كندوزو العيد هنايا في البلاد. المهم كيديونا شي بلاصه غنمشي لحنايا، تيقولوا لي خصنا وجايين كنقول لهم بغانا نمشي للبلاد، ثاني يعني البلاد اللي كتفيقي كترجع ثاني سي بلي انت كاينه في البلاد ومشي لها من حاجات. كما قلت لكم ما كاين ما حسن ما حسن من البلاد، ما كاين ما حسن. انا ما جيتش صبرت غير هكذاك، تساعدوا قيمة وعرفتوا بلي افضل بلاد هو وهذا. المهم كل واحد عنده بلادو كيعجبو، انا كيحمقني هذا البلاد، يعني كندوز في الويكاند العيد العيود. المهم ضروري حنا العيد خصنا ندوزو تما، بخصوص عيد الكبير كندوزو هنايا. المهم ان شاء الله تيكون العيد الكبير وغنصور لكم فين كنذبحو ونوريكم ديك الدار اللي قلت لكم في الاول، ولا جاب الله مشينا ليها هاد العطله راه غنصورها لكم. غنصور لكم الدار فاش كندوزو حنا العيد، هادي غي كنجيو ليها غير الويكندات وداك العطل. المهم وداك الشيء، المهم نتوما كما كتشوفوا غير سمحوا لختكم مروحه، ما عرفتوش غتفهموا اش كنقول ولا لا. المهم اخوتي كما قلت لكم ما كنتش بغيت يوقع هذا الشيء، يعني يمشي لي الصوت من لي فيديو اللي درت، ولكن وقعت لي. درت يدي في داك اللي المهم الصوت وما تسمع لي حتى حاجه غير سمحوا لي، وكنت بغيت نحطو ولكن ما مفهوم فيه حتى حاجه وما مسموع فيه حتى حاجه، داكشي علاش اضطريت انني نقول نعاود الصوت ديالي وعاودتو غير سمحوا لي. كما كتشوفوا كما قلت لكم الربيع باقي في البلاد، الناس بيوغرا راه عارفين علاش كنهضر. هنايا الوقت ما بقى لا ربيع لا حتى حاجه، هنا باقي انتم كما كتشوفوا خضر خضر خضر. المهم انتم انا ديتكم معايا تشوفوا كل شيء،
المهم الا كتعرفوا هذه اللي نايضه على الارض ده بسميتها الخبيزه، انا غندير ليها هكذا فيديو وتشوفوها. ها هي سميتها الخبيزه، نقيه وزويونه. مهم نقزو الكاسكروت الخوت مع الكارت، مي مرات كت عمرات ليا ونقزات ليا الكاسكروت. هانتوما درنا لي كاسكروت، درنا كاسكروت، مشينا هانتوما. مشيت نوريكم سميتو بيت كطلع على الجردة. المهم حتى هاد البلاصة كتحمقني، داكشي علاش كيحمقني انا البلاد. هانتوما كيما كتشوفو انا مشيت عند داك السيد نشوف الا قدرت ندير ليكم داك، قدرت ندير لكم التصوير في الداخل في الدار ديالو، ما قدرش غير سمحوا لي. المهم هانتوما انا مشيت عنده، ديت ليه شي حاجه، ديت ليه الوالده شي حاجه، مشيت. هانتوما هو كما كتشوفوه، ما خبيتش عليكم حتى حاجه، داكشي اللي كاين قلت لكم. هو عم الوالده. هانتوما الدار، الدار مشيت سمحوا لي الخوت ما قدرتش ندخل ليها، مشيت ندخل ليها، جبدتني ماما كما كتشوفوا، راه غتشوفوا الا جبدني شي واحد. المهم جبدتني قالت لي ها هي، رجعت تاني قلت لها يلا معايا، قالت لي لا ما غدا معاك للبلاصه. قلت لها خالتي يلا، قالت لي لا، قالت لي ما تمشيش للدار راه خايبه خايبه ما مزيناش في الليل مهجوره. قلت لها صافي واخا. المهم الخوت غنقول لكم بالسلام عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنساوش ابوناو عندي فلاشين، وضغطوا الجرس وديروا لايك. يلا غنحط اول فلوك هذا فلاشين ديالي وديال اختي سعاد كريمه تويميات، غنجبعوكم فيديوهات اخرين. المهم الخوت ما تنساوش بارطاجيو مع صحابكم.